هو ليه لما بيجي مدير فني يبقى ماسك المنتخب الوطني ويمشي ما يتقالش غير 3 أسماء؟ حسام حسن، إيهاب جلال، حسام البدر، والباقي فين؟ ولا احنا ما هو علشان خاطر ما انا بقول لحضرتك كل واحد محوط نفسه بهالة إعلامية بتتكلم عنه. إنما يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا بكلمك أهو إحنا مش على كرسي الاعتراف. اتفضل. هات لي كام مدرب خد بطولة؟ ما هي البطولة دي يا عم، هات دورة رمضانية وقول أنا خدت دورة رمضانية، صح كده؟ وقول إن أنا خدت. إنما إيه اللي أنت بتعمله كمدير فني؟ إن أنت تمسك فرقة تقعد يا في المراكز الأولى في الخمسة الأوائل، يا إما هتقعد من تهرب من الهبوط. انما مدير فني يقعد سنتين، انا قعدت سنتين مع الجيش، السنتين سنه منهم الجيش وصل لنهائي كاس مصر، والسنه الثانيه قدر انه يفوز بايه؟ بالسوبر. تمام؟ ده ارقام انا ما بجاملش نفسي. فبالتالي قيس على كده، مين تاني بره الاهلي والزمالك اللي قدر يفوز بطوله؟ هتلاقيهم 2 3، كابتن طارق العشري، كابتن حسن شحاته. وانا يعني مش متذكر لو فريق الاعداد عندك حد يقول تاني يقول. فبالتالي انت مدرب اولا على اعلى مستوى من العلم، على اعلى مستوى من الكفاءه، وانت اثبتت ده عملي. طب انت فين من المنتخب؟ لا شكرا، منتخب لا. تزعل؟ طبعا، لان من حقي. اكبر حاجه يا كابتن شادي لكل لاعب، انت كنت بتحلم وانت لاعب صغير، اعلى مراحل حلمك ايه وانت لاعب؟ وانت لاعب تلعب منتخب وطني وتلعب في الاهلي والزمالك. بالظبط، واعلى مراحل التدريب ان انا ادرب منتخب مصر. وحقي. ليه؟ لان انت ما تلومش عليا او ان انت تحجر حق انا شايفه حق ليا بالارقام. طب قعدت تقول لي بحب نادي الزمالك وزملكاوي، مؤمن سليمان اخد فرصه كبيره في نادي الزمالك وانت لا. كابتن انا مش هقعد، قلت لحضرتك دي كل واحد الاداره هتجيب اللي هو شايفه من وجهه نظرها هي، انها انا بتكلم عن المنتخبات. تمام؟ الأندية الجماهيرية لها مطلق الحرية، كل واحد يجيب اللي شايف الحال. أنا بتكلم إن أنت في كادر تدريبي متميز، متميز جدا جدا جدا، مش بالكلام. هو ما عندوش أي نعم اللي يقعدوا في الإعلام وفي الصحف يقعدوا يهللوا له ويسقفوا له ويطبلوا له، وكلهم ينزلوا صوره وكلهم يتكلموا عنه وكل، بل بالعكس في ناس بتحب إن أنت تداري على اللي أنت عملته. انما الانديه من حقها تعمل اللي هي عايزاه. الاستاذ مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور كلمك الايام اللي فاتت عشان تيجي مساعد مع كارتيرون؟ اولا انا بحب المستشار مرتضى منصور جدا، ثانيا المستشار مرتضى ما كلمنيش خالص في الموضوع، محدش مسؤول في نادي الزمالك كلمني في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. لو كلموك هتوافق؟ كابتن انا مش هتكلم في موضوع هو ما تمش اصلا. نفترض يعني وجهة نظر. انا مش عايز افترض. ليه؟ لان ما حصلش، فطالما موضوع ما حصلش انا ما اتكلمش فيه، لانه فعلا ما حصلش، ما فيش حد. اقول لك انت قلت ايه في الكواليس؟ هفكر 1000 مرة لو اشتغل مع المدير الفني الموجود لنادي الزمالك. شوف يا كابتن، نادي الزمالك ده نادي استثنى في حياتي، نادي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، انا بحبه وبحب جماهيره وبحب كل حاجه منه. ممكن عشان خاطر نادي الزمالك ان انت تقدر تبقى موجود، بس تبقى موجود بصلاحيات. انا مدير فني عندي فكر، انا راجل عندي شغل، انا راجل لما هاجي اتكلم مين هيسمع؟ طالما في مدير فني اكيد رايه في الاول وفي الاخر بالزبط. هو اللي هيبقى مسموع. بالزبط. فبالتالي انت رايك استشاري. انما انا عايز يبقى ليا ضوء، انا عايز يبقى، عايز اعمل شغلي بايدي، عايز احفظ لاعبتي، عايز يبقى ليا واجبات. غير كده قول لي انت هتروح تعمل ايه؟ هتبقى موجود وتروح وتبقى قاعد على الدكه وتقول حاضر؟ لا مش هينفع طبعا.